عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالكم ونتمنوا لكم إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة. ومرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد العشاء خفيف إن شاء الله، اللي هو عبارة عن سفة بطريقة مختلفة إن شاء الله. أول ما قبل كل شيء خصنا الشعرية اللي هي ديال السفة، اللي هي رقيقة بحال هكا. أنا هنا داير واحد تقريبا كيلونس ديال هاد السفة، ديال هاد الشعرية. كل واحد على حسب العائلة ديالو، يعني كتباع في خناشي ديال نص كيلو، يمكن الإنسان يدير 500 غرام أو كيلو أو كيلونس. هاد الكمية غادي تكفينا لعشرة الناس تقريبا إن شاء الله. هنا غادي خصنا أول ما قبل كل شوية ديال اللحم، مرصوة ديال اللحم، واحد 300 غرام أو 400 غرام ديال اللحم، واحد جوج بصلات كبار، واحد جوج مطيشات مقطوعين محيدين لهم القشرة ومقطوعين بحال هكا، واحد شوية ديال اللوز، يعني واحد 200 غرام ديال اللوز، واحد شويه ديال الزيت، زيت نباتيه، عندنا البيض مسلوق، وعندنا تقريبا شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال القرفه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وشويه ديال السكنجبير، وعندنا هنا القزبر بوحدو. هنا هادشي اللي غادي نديرو. اول عمليه ان شاء الله كنديروها، يعني السفه ديالنا منقيه مزيان، ما عندنا ما نديرو ليها اخرى، كنجيبو شويه ديال الزيت بحال هكا، كنرشو بها السفه ديالنا انتما شوفوا معايا، وكنقلبوها بحال هكا، يعني باش الزيت تجي مزيته كامله بحال هكا انتما شوفوا معايا. يعني هكا غادي نديروها ان شاء الله في الكسكاس ديالنا، باش نفورها التفويره الاولى قبل ما نديرو ليها الماء، ضروري من هاد العمليه الاولى باش نحصلوا على واحد السفه ما كتعجنش ما كتلصقش، كتجي زوينه 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 ان شاء الله. هانتوما شوفوا ديك الزيت، ها هي يعني السفه ديالنا بدون ما نغرقوا. دائما ملي كنخلطوها ما نغرقوش هكا، لان هكا كتكسر، ما خصناش تكسر. هانتوما غير يديكم بحال هكا، يديكم غير بحال الا كيخلبوا فيها بحال هكا. هانتوما شوفوا مزيان الكسكاس ديالنا كنحطو فيها السفة بحال هكا، هنا يعني كنخو السفة ديالنا كلها في الكسكاس، ونحطو فوق العافية. يعني درنا الماء في القدرة، درنا شوية الماء، غادي نحطو الكسكاس ديالنا باش تفور السفة ديالنا. نغطيوها واحد المقلة، كنديرو فيها شوية ديال الزيت بحال هكا، شوية كنديرو البصلة ديالنا، ونديوها فوق العافية باش نشوحوها. نقطعو اللحم ديالنا، غادي نقطعوه مربعات صغار بحال هكا، مرصوات صغار باش اللحم ديالنا دغيا طيب. هانتوما مرصوات صغار بحال هادو، باش ما كانوا صغار مزيان، باش ما كانت اللحم صغيرة مزيان. البصلة ديالنا هي درناها، غادي نضيفو لها اللحم، نخلطو الجميع، كنحركو البصلة واللحم ديالنا، وغادي نضيفو التوابل اللي خاصنا كلهم، نخلطو الجميع، ونضيفو القزبر. مطيشة هي اللي كنخليو للخر تطيب ان شاء الله هاد اللحم ديالنا وهاد البصل وهاد الشيء، طيب مزيان، وعاد نضيفو مطيشة. مطيشة ما غاديش نخليوها تطيب بزاف، يعني واحد 10 دقائق. السفة
الشفته ديال التفويره الاولى هنا اش درنا ليها؟ درنا ليها الزيت، ما درنا ليها حتى حاجه اخرى من غير الزيت. غادي ندخلوها هانتوما فورناها هي والزيت. هنا كنجيبو الماء سخون، كنديرو ليها الماء سخون بحال هكا، الماء سخون هانتوما شوفو ها الماء، عندنا الماء في الزلافة ديالنا بحال هكا، كنخلطو الصفة ديالنا باش تشرب من هاد الماء أخرى هكا. هادي شوفوا شوفوا كيرجع الدروك ملي شربات من هذاك الماء طايب، ها هي ارتبط، شوفوا كيرجعات. هانتوما كناخذوا الصفه ديالنا نردوها للكسكاس بحال هكا باش نفوروها التفويره الثانيه ان شاء الله. هنا كناخذ كلشي ديالنا كنخويها هو على هاد الصفه بحال هكا، كنهزوها كنردوها فوق العافيه. ثم اللحم ديالنا هو كيطيب، الا شفتوه نشف زيد له شويه الماء، ريحه الماء ماشي بزاف، وخليو اللحم طيب. ها هي مفوره، مفوره ثانيه. هنا درنا شويه الماء مازال، غادي نخوي الصفه ديالنا هكا، نخويوها ديالنا التفويره الثانيه. درنا شويه الماء لتحت ديال الزلافه ديالنا، نخلطوها عاوتاني هكا هانتوما، ونجيبو شويه الملح، شويه ديال الملح، ونديروها بحال هكا، ونخلطو مزيان. هذه هي التفويره الاخرى ان شاء الله. بعد ما كتفور كنديروا ليها الزبده او شويه الزيت على حسب داكشي اللي بغينا، ومن الاحسن ديروا ليها شويه الزبده ملي تخرجوها من هاد التفويره الاخيره. كان يحاولوا نخدموا الصفه ديالنا شويه بحال هكا ونردوها للكسكاس، وغادي نطيبوها مازال طيبه واحده ان شاء الله لمده تقريبا ملي كيبدا يطلع الفوار واحد 10 دقائق اخيره ان شاء الله. ديالنا ها هي طابت، نديرو مطيشة في الاخر، كنخليوها طيب مازال غير شويه ماشي بزاف، يعني واحد 5 حتى 10 دقائق. ما فورنا التفويره الاخيره ديالنا هانتوما كتشوفوا، كنخويوها هانتوما شوفوا راه مفوره مزيان. هنا كنضيفوا ليها غير الزبده ونخليوها تبرد شويه، وان شاء الله نصوبوا البلا ديالنا نكملوا النهايه ديالو. هانتوما كتشوفوا كيفاش كترجع. هنا ناخذوا الزبده ديالنا نفرتتوها فوق الشاريه ديالنا بحال هكا، الشارية ديالنا يعني باش تدخل معاها الزبدة. الصفة ديالنا هانتوما الصفة ديالنا كتجي يعني مكتجيش معجنة نهائيا، كتجي طيبة مزيان.
الفراخ كيخصها تكون طيبه، ما تقصوهاش تكون يعني مقرمشه وما طيبهش. شويه ديال اللوز ديالنا غادي نديرو على واحد قطره ديال الزيت، شويه ماشي بزاف، غادي نمشي نحمرو فوق البوطه. اللوز ديالنا في المقلا كنحركوه، ما تفرقوش معاه، راه غير غفله واحده كلشي غادي يورني حبيبات حلينو. دائما نحركوه بحال هكا ما تفرقوش معاه حتى ياخذ واحد اللون ذهبي ان شاء الله. اللوز ديالنا كياخذ اللون ذهبي دائما ما تفرقوش معاه، دقيقه ما تفرقوش معاه باش يكون عنده اللون زوين. الزلافه فاش غادي نديرو هاد يعني الصفه ديالنا، هنا كنديرو اللوز ديالنا كنديرو لاصوص ديالنا بحال هكا، ونحاولو نديروها من الفوق هي الاولى، عاد نبداو ننزلو مع الجناب بحال هكا. بالبيض بحال هكا كنقسمو البيضة ديالنا على أربعة. إخواني أخواتي، هذا الطبق ديالنا الرائع، طبق بمعنى الكلمة يعني لذيذ، يعني كيصلح للعشاء، كيصلح يعني أكلة جيدة إن شاء الله. نتمنى منكم تجربوها وتطبقوها بالطريقة باش طبقناها، وغادي تحصلوا على هذا الطبق الرائع. هذا الطبق اللي كتشوفوا فيه واخا كيبان لكم شوية كبير، ديال عائلة كبيرة. نتمنى منكم إن شاء الله ديروه للأسرة ديالكم. كنتو أربعة غديروا غير نص كيلو ديال السفة، وهكذا وهكذا ان شاء الله على حسب العدد ديال الافراد ديال العائله. دائما نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. هذه قناتكم، ما تنساوش يعني تضغطوا على الجرس يعني وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. نتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا للجميع.